الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من أصدقاء المنارة. عام 2008 كانت هناك موجة عالمية أو تقنية عالمية جديدة لاستنباط أو لاستخراج الوقود. هذه التقنية جاءت من خلال الهندسة الحيوية وكانت تتركز على الحبوب. حدثت أزمة في ذلك العام ما بين أزمة غذائية وأزمة مالية. اتجه العالم فيما بعد ذلك إلى المستوى الثاني من الهندسة الحيوية، وهو التعامل مع المخلفات الزراعية لاستخراج الوقود. سنتعرف في هذه الحلقة من خلال فقرة حوارية خاصة حول الهندسة الحيوية ودورها في التنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك لدينا فقرة حوارية أخرى حول المرأة ذات الإعاقة، وهناك مبادرة من منظمة الإسيسكو وهي المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، نتعرف فيها حول دور المنظمة في قضايا المرأة المعاقة وبالتحديد كيف تتعامل معها خاصة إذا كانت زوجة وأما. بالإضافة إلى هذا كله لدينا أيضا في هذه الحلقة لدينا فقرات حول ترشيد استهلاك الطاقة وأيضا بدائل علمية لحيوانات التجارب، ولدينا أخبارنا. في أخبار اليوم، استخدام ألياف النخيل في الصناعة والطب الحيوي، وأول محاضرة علمية ضمن سلسلة من المحاضرات حول التعليم. وفي الفضاء الخارجي، يطالعنا هذا الخبر عن عاصفة هوجاء على كوكب زحل. وحاسبات القاهرة تحتفل الثلاثاء بعيد الخريجين وتكرم الدفعة 13. وبالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي، مكتبة الإسكندرية تشهد افتتاح دورة المنهجية الإسلامية في العلوم الاجتماعية. وحياة توأمين يعيشان في جسد واحد. وسؤالنا في الأخبار، هل يضطر الإنسان إلى إدمان الطعام؟ وأخيرا، ثياب طفلك تعرض سلامته للخطر. هذه الأخبار نلتقي تفاصيلها بعد الفاصل. تفاصيل الأخبار. استخدام ألياف النخيل في الصناعة والطب الحيوي. يعمل العلماء والباحثون بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالاشتراك مع جامعات أخرى على دراسة استخدام ألياف النخيل المصري والقطري في معالجة مشكلة التخلص من النفايات بطريقة آمنة، وذلك عن طريق استخدام ألياف النخيل كأساس لمواد ليفية جديدة والتي يمكن أن تستبدل منتجات البوليمر غير القابلة لإعادة الاستعمال، والتي كثيرا ما تكون مواد ملوثة ويتم استخدامها في المجال الصناعي حاليا. يوضح الدكتور محمود فرج، أستاذ الهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدير الخدمات الهندسية والعلمية، فيقول: نعاني من مشكلة هائلة في الأغلفة البلاستيكية الخاصة بتعبئة الأطعمة والمياه في مصر، حيث يكون لهذه الأغلفة عمر تخزيني يتراوح بين أسبوع واحد إلى أسبوعين، إلا أن المواد المستخدمة في صناعة هذه الأغلفة قد تدوم لعقود طويلة. أما الأمر الأكثر سوءا أنه نتيجة لكون هذه المواد مصنعة من مواد أساسها البوليمر، تبدأ المواد في تسريب مواد كيميائية خطرة بعد مرور وقت قصير. يعمل فرج في مشروع بمنحة مقدمة من مؤسسة قطر من أجل دعم الأبحاث التي قد تؤدي إلى استبدال البلاستيك المستخرج من البترول إلى بلاستيك طبيعي، حيث يختبر إمكانية العمل بالألياف التي تتساقط من أشجار النخيل حينما يتم تجذيبه. يقول فرج: ينتج عن موسم تجذيب النخيل كمية ضخمة من الكتلة البيولوجية وبقايا النباتات، والتي يمكن تطويرها واستخدامها بالصورة الملائمة في المجال الصناعي. وقام فرج وفريقه كجزء من البحث بخلط ألياف النخيل بالنشا والماء والجليسرين ثم تسخينها وكبسها بعد ذلك، ويمكن التحكم في خصائص المنتج الناتج عن هذه العملية من خلال تنويع نسب المواد المختلفة وطريقة استخدامها. يأمل أيضا فرج أن يتمكن من توحيد نوعين مختلفين من الألياف لتصنيع مادة أكثر فاعلية، ويقول: نحن نسعى إلى تصنيع ألياف مهجنة
تمزج بين ألياف طويلة العمر وباهظة الثمن وبين أخرى خفيفة وغير مكلفة. إن هدفنا هو إنتاج مادة غير مكلفة للتصنيع وتكون قوية للغاية في الوقت ذاته. وهذه أول محاضرة علمية ضمن سلسلة من المحاضرات حول التعليم. تستضيف كلية الدراسات العليا في التربية مارك جينزبرغ، وهو مستشار فني أول في البحث والتقييم ومعلم في التربية في مؤسسة جلوبال ليرنج جروب، حيث يلقي محاضرة بعنوان المعايير والتنمية المهنية ومهنية المعلمين منظور مقارن. يعد هذا الأستاذ أستاذا زائرا في برنامج التعليم الدولي، ويعتمد البرنامج على التطوير والمقارنة بين التجارب التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى تصميم برامج للتعليم دولية الطابع، وذلك من خلال كلية المعلمين بجامعة كولومبيا. وفي الفضاء الخارجي يطالعنا هذا الخبر عن عاصفة هوجاء على كوكب زحل. لأول مرة نجح علماء وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في تصوير إعصار قطره 8000 كيلومتر يضرب السطح الجنوبي لكوكب زحل، وهي أول ظاهرة يتم رصدها على كوكب آخر غير كوكب الأرض. وأكد علماء ناسا أن العواصف والسحب لها نفس الظواهر التي تصاحب الإعصار الذي يأتي على الأرض، ولكن مع ملاحظة أن الرياح تصل سرعتها إلى 550 كيلومترا في الساعة. ويختلف إعصار زحل عن الأرض بأنه لا ينتقل بل يظل قابعا على الجزء الجنوبي من الكوكب، بالإضافة إلى أن كوكب زحل يتكون من غازات ولا يمكن تكوين هذا الإعصار فوق المحيط كما يحدث للأعاصير التي تتم على سطح الأرض. أما بالنسبة للسحب فهي تدور على بعد 30 إلى 70 كيلومتر، أي أكثر بالضعف أو الثلث مما يحدث فوق سطح الأرض. وقد رصدت مركبة الفضاء الأمريكية كاسيني أعاصير تشبه العاصفة لم يتم رصدها من قبل، ولم يتسنى للعلماء التأكد من سبب حدوثها. والإعصار يشبه عينا مظلمة ويمتد على مسافة 8000 كيلومتر. وهذا الإعصار الذي يشبه حائطا من السحب لم يتم مشاهدته من قبل في أي مكان على سطح الأرض. ويحاول العلماء جاهدين معرفة أسباب حدوث الإعصار الذي لم يسبق مشاهدته قبل على كوكب زحل، إلا أن بعض العلماء في مركبة الفضاء كاسيني يرجحون أن يكون سبب الإعصار هو التغيرات الموسمية التي يشهدها الكوكب خلال الفترة الحالية، إلا أن البعض الآخر من العلماء يرجح أن تكون ظاهرة راجعة لتغيرات خاصة بمناخ الكوكب، مؤكدين في الوقت ذاته أن الظاهرة مثيرة للنقاش، وسوف تكشف الكثير عن المتغيرات الموجودة على الكواكب المجاورة للأرض. حاسبات القاهرة تحتفل الثلاثاء بعيد الخريجين وتكرم الدفعة 13. برعاية الأستاذ الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة، تنظم كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة احتفالياتها السنوية بعيد الخريجين. ويتم خلال الاحتفالية التي تقام فعالياتها في 5 مساء يوم الثلاثاء القادم بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة تكريم خريج الكلية دفعة عام 2012 في مختلف الأقسام، وهي الدفعة رقم 13 في تاريخ الكلية. صرحت بذلك الدكتورة ريم بهجت عميدة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع شهادات التخرج وجوائز الكلية وجوائز الأقسام العلمية على خريج الدفعة والأوائل، كما سيتم تكريم أوائل الدبلومات في التخصصات المختلفة والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه لعام 2012. وقالت الدكتورة فاطمة عمارة وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن احتفالية الكلية ستشهد تكريم الدكتور علي البسطويسي أستاذ تكنولوجيا المعلومات بالكلية ومدير مركز الدعم التكنولوجي بالجامعة، وأيضا الدكتور هشام المهدي الحاصل على لقب أفضل أستاذ تكنولوجيا معلومات في إفريقيا. ويشهد فعاليات احتفالية حاسبات ومعلومات القاهرة بعيد الخريجين ممثلون لوزارة الاتصالات والشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وبالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي، مكتبة الإسكندرية تشهد افتتاح دورة
المنهجية الإسلامية في العلوم الاجتماعية. شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم افتتاح دورة المنهجية الإسلامية في العلوم الاجتماعية، والتي تنظمها وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي، وذلك في الفترة من 28 إلى 30 من أبريل. تتناول الدورة مفهوم المنظور الإسلامي في العلوم الاجتماعية وأسسه المعرفية وتطبيقاته في البحوث الاجتماعية والإنسانية في فروع مختلفة مثل الاقتصاد والتربية. وتهدف الدورة إلى الخروج من أسر المناهج الوضعية الغربية وإتاحة آفاق جديدة للتجريب المعرفي والمنهجي. ويقوم بالتدريب في المحاضرات الدكتور صلاح عبد السميع أستاذ المناهج وطرق التدريس وخبير التدريب. افتتح الدورة الدكتور رفعت العوضي المستشار الأكاديمي لمركز الدراسات المعرفية ومقرر الدورة، والدكتور خالد عزب رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية. وجاءت محاضرة الافتتاح بعنوان الرؤية الكلية للمنهجية الإسلامية، وألقاها الأستاذ الدكتور عبد الحميد أبو سليمان رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي. وقال الدكتور خالد عزب إن دورة المنهجية الإسلامية في العلوم الاجتماعية ينظمها مركز الدراسات المعرفية بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي لأول مرة في مكتبة الإسكندرية، حيث تم الإعداد لها بشكل جيد ويقدمها نخبة من المتخصصين. أضاف أن وحدة الدراسات المستقبلية تنظم عددا كبيرا من الدورات في مختلف المجالات بهدف الارتقاء بالأجيال الجديدة بصورة أساسية. من جانبه تحدث الدكتور رفعت العوضي عن مركز الدراسات المعرفية مبينا أنه يتولى أعمال المعهد العالمي للفكر الإسلامي في مصر، وأوضح أن المركز هو مؤسسة علمية تقدم الإنتاج الفكري للمعهد، وأنه يهتم بشكل أساسي بموضوعات المنهجية الإسلامية والتكامل في العلوم. حياة توأمتين تعيشان في جسد واحد. الشقيقتان أبي وبريتني هما توأمتان ملتصقتان عزمتا منذ أكثر من 20 عاما على أن تحيا حياة طبيعية مفعمة بالنشاط الدائم. استطاعت الشقيقتان التوأم الذهاب إلى الجامعة، بل وسافرتا وحصلتا على وظيفة، لكن ما مدى صعوبة حياة شخصين يسكنان جسدا واحدا؟ تعشق التوأمتان والبالغ عمرهما 23 عاما مثل الكثيرات، يعشقن قضاء الوقت مع الأصدقاء والخروج في العطلات وقيادة السيارات، بل وممارسة الرياضة لا سيما الكرة الطائرة، والعيش حياة حافلة بالنشاط. تخرجت التوأمتان المتماثلتان الملتصقتان من جامعة بيثل وهما في مدينة مينيسوتا الأمريكية، كما حصلتا على وظيفة كمدرستين في مدرسة ابتدائية في مادة الرياضيات. وعلى الرغم من حصولهما على شهادتين لممارسة مهنة التدريس، إلا أن الأمر يختلف عندما يتعلق بالنواحي المالية، إذ تعاملان كشخص واحد. هل يضطر الإنسان إلى إدمان الطعام؟ انقسمت آراء العلماء بشأن ما إذا كان الإدمان قد يسهم أم لا في زيادة السمنة عالمية. فهل يوجد بالفعل ما يعرف باسم إدمان الطعام؟ وإن كان موجودا بالفعل، كيف يمكن معالجته؟ يتسم تناول موضوع الإدمان حال تناوله بجدية بصعوبات بالغة، مثل مساعي من يرغب في الامتناع عن التدخين أو المكسرات أو حتى الكافيين. ولعلاج الإدمان تستخدم أساليب جربت من قبل مثل الامتناع عن الذهاب إلى الحانات لفترة أو عدم التدخين في المنزل. في الوقت الذي تواصل فيه معدلات السمنة ارتفاعها، بدأت الدوائر العلمية البحث عن مكامن التشابه ما بين الإفراط في تناول الطعام والإدمان. يهدف هذا إلى تجميع وتمويل الاتحاد الأوروبي لمشروع يطلق عليه نيو فاست لأدلة جديدة حول صلة وتشابه ما بين تناول الطعام والإقبال عليه بشدة والإدمان من ناحية أخرى. ويتناول الباحثون القضية بشيء من الحذر، فحتى الآن يوجد نمط واحد من الاضطراب المتعلق بتناول الطعام، ويعتقد أن الإدمان يلعب دورا فيه. إنه اضطراب الإفراط في تناول الطعام، وهو عرض جانبي يسبب في العادة الإصابة بما يطلق عليه السمنة. لإضاءة الموضوع أكثر مشاهدي الكرام،
معي على الهاتف الدكتور محمد عصام، اخصائي التغذيه العلاجيه بالقصر العيني. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا باشمهندس. دكتور، الربط هنا في هذا المجال البحثي ما بين الاقبال على الطعام والادمان، هل هناك رابط حتى الان يصل ما بين الاثنين؟ والله حضرتك هو موضوع مهم جدا وموضوع اتعمل عليه ابحاث كثيره جدا. طبعا في رابط ما بين، بس انا ما بحبش اسميه ادمان، لان مرحله الادمان دي الواحد ما بيقدرش ان هو بصعوبه جدا يقدر مثلا زي الدراجز او مثلا التدخين او حاجه زي كده، تاخد وقت كبير معانا. لكن بالنسبه للاكل او الطعام، كل واحد فينا ليه احتياجات معينه. طبعا دي دور اخصائي التغذيه اللي بيحددها، سواء من اول الرضيع لغايه المسن، وده كنت اتكلمت قبل كده في الموضوع ده في برنامج اصدقاء المناره. لكن اللي انا عايز اقوله ان بيخش فيه الطرف النفسي، يعني مثلا عندنا امراض نفسيه مرتبطه بالغذاء زي الشرح العصبي والسمنه المفرطه وفقدان الشهيه العصبي. نعم. دي من الامراض النفسيه اللي فعلا ممكن تؤدي الى اصابات جامده جدا وتعمل لحاجه اسمها سوء تغذيه او مال نيوتريشن. عندنا مثلا موضوع السمنه، في موضوع الشرح العصبي بيفضل الانسان ياكل بطريقه طبعا مفرطة جدا في جميع الأنواع الموجودة عندنا. دي بتحتاج طبعا دبل ثيرابي زي ما بنقول، مثلا تداخل أخصائي التغذية مع العلاج النفسي، لازم الاثنين يخشوا بالتوازي على أساس إن هم يعالجوا المشكلة دي ويعملوا لها تحليل نفسي وتعمل عليها برامج غذائية، بحيث إنه يوصل يرجع للمريض تاني يبتدي يعدل من سلوكه الغذائي. دكتور محمد، لدينا نوع من الارتباط الشرطي في عملية تناول الطعام، يعني مثلا كل سنة حضرتك طيب، مسألة شاب النسيم وعلاقتها بالفسيخ والبيض وما شابه، عندنا عيد الفطر المبارك وأيضا الكحك، عيد الأضحى وتناول أو الإفطار على الذبيحة، هل لهذا أن يتغير؟ كيف نكسر الإطار إذا ويبدو أنه نوع من العلاقة النفسية الاجتماعية أيضا؟ تمام حضرتك، ما هو ده سلوك برضه غير سوي المفروض موجود. احنا كل الاعياد بتاعتنا ما شاء الله مرتبطه بالاكل، وكلنا يعني حتى بعد رمضان بيبتدي الواحد داخلين على رمضان في نظام طيبين، برضه بيحصل عمليه زي يعني بعد ما الواحد اول يوم في رمضان بيصاب بالصداع وبيبقى مش قادر ان هو يصوم. نفس الكلام بعد العيد بيبتدي يعمل مثلا كحك او حاجه زي كده، كلنا بنصاب بانواع من انواع التسمم اللي موجوده. الفسيخ نفس الكلام، في شم النسيم برضو عيادنا كلها دي مشكله كبيره جدا، ولازم نعمل يعني تقييم من الاول ونعمل نتخلص من العادات السيئه اللي موجوده عندنا دي. دكتور محمد عصام، اخصائي التغذيه العلاجيه بالقصر العيني، اشكر لحضرتك، شكرا جزيلا لك. الله يخليك، شكرا يا فندم. عودة مرة أخرى إلى أخبارنا، ثياب طفلك تعرض سلامته للخطر. لا يخطر على بال الأهل غالبا أن ثياب أطفالهم يمكن أن تعرضهم للخطر وتسبب لهم الأذى والرضوض أو حتى الوفاة. وعند الحديث عن السلامة، يمكن تقسيم ثياب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و14 عاما إلى ثياب النوم أو الثياب التي يقضي بها الأطفال معظم وقتهم في المنزل، والقسم الآخر من الثياب التي يرتدونها خارج المنزل. وبالنسبة لثياب النوم، فإن أهم ما يجب الانتباه إليه هو سلامتها من ناحية خطر التعرض للحريق وإمكانية التقاطها للنيران. كما يفضل أن تكون البيجامة ضيقة قدر الإمكان، خاصة عند الأكمام والأرجل، وذلك للتخفيف من احتمال التقاطها للحريق من مصادر النار غير المحمية كالشمعة أو أفران الطهو. أما الثياب التي يرتديها الأطفال خارج المنزل، فيجب ألا تحتوي على الحبال أو الأربطة أو الأشرطة الحرة الطويلة، خاصة حول الرقبة، كما أن وجود هذه الأربطة في الأكمام أو الأرجل أو حول الخصر أو حتى الحذاء يمكن أن تسبب الأذى. فالأربطة الموجودة بالقبعات والياقات التي يمكن ربطها حول العنق يمكن أن تسبب الاختناق والشنق أحيانا، خاصة أنها قد تعلق بأماكن اللعب مثل الأرجوحة أو المزلاق. وكذلك يجب ألا تكون مطاطية، إذ يمكن أن تسبب أذى للأسنان أو للعينين إذا تم مطها وعودتها مرة أخرى إلى الوجه. أما الحبال في الأماكن الأخرى فتحمل نفس الخطر من خلال تعلقها بأماكن اللعب، بالإضافة لخطر الوقوع عن الدراجة إذا علق رباط الحذاء أو الأشرطة في أرجل السروال في إطارات الدراجة، كما أن الأشرطة الطويلة على الأكمام أو حول الخاصرة
خاصة التي تربط من الخلف، يمكن أن تعلق بباب السيارة أو حافلة المدرسة، مما يؤدي لجر الطفل عند تحرك السيارة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وانتهت أخبارنا. لدينا المزيد من الحوارات، لدينا تقرير هو آت الآن حول ترشيد الطاقة، تعرفوا عليه وعودوا إلينا. تتمثل أهمية ترشيد الطاقة الكهربائية في أنها أحد أهم الركائز الأساسية للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة الإحفورية كالبترول ومشتقاته، والتي تستخدم في محطات توليد الكهرباء، بما يساعد في الحفاظ على هذه المصادر للأجيال القادمة. المصري الحقيقة لا يقدر نعمة الطاقة ولا يرشدها، يعني تجد التكييفات شغالة في الصيف ليل نهار، المؤسسات الحكومية يقول لك يا عم هي دي فلوسي. المفروض الألماني حتى الموظف في المصلحة بتاعته عنده إحساس وانتماء بالبلد، يعني ما يسيبش جهاز شغال ملوش قيمة، ما يسيبش لمبة ولعة في أوضة ما حدش قاعد فيها، يعني يقدس هذا الشيء، ما يسيبش حنفية بايظة بتنقط مية، ما يسيبش سيفون بايظ، ما يسيبش. يعني نحتاج فعلا الى ان نعد الانسان المصري من جديد، من الاطفال من الكبار. النهاردة احنا شايفين ان الاحمال اللي موجودة والكمية الكهرباء وكمية الطاقة اللي موجودة في البلد مش قد العدد السكاني اللي بيزيدوا كل يوم، فلابد من ترشيد الطاقة. في كمان انا اعرف ان رئيس الجمهورية الحالي اظن واخد رسالة الماجستير بتاعته في حاجة في الطاقة او حاجة زي كده، بلاش يعني على قد كده. احنا بنتكلم على ان لابد من الاستعانة بالطاقة الشمسية كما يحدث في هولندا، ولا بد بيتخزنوا الطاقة بتاعت الشمس ويولدوا منها كهرباء. عندنا في سيناء وفي الوادي الجديد مجموعة كبيرة جدا من الجبال ممكن توليد الطاقة، وفي الوادي الجديد ممكن توليد الطاقة لانها امل، لان من غير طاقة لا مصنع هيشتغل ولا طيارة هتمشي.